يا جماعة أنا بقيت حر والطرف التاني ما بيعملش إلا شوشرة. محمد الشرنوبي يكشف الحقائق في إيتي بالعربي. الطرف التاني دلوقتي هربان من العدالة، مطلوب تنفيذ حكم عليه 4 سنين. فوجئت إن الفانز بيقولولي، عرفت بالصدفة الحفلة اتشالت التذاكر بتاعتها، فقمت مكلم دكتور جيان وقلت لها دكتور جيان ايه اللي حصل؟ فقامت قايله لي انه المديره بتاعت الشركه اللي انا كنت ماضي معاها بعت لهم مسج بيان صحفي بيقول ان انا مش من حقي اشتغل في اي حته ولا من حقي اعمل اي حفلات او اي حاجه. فحسب كلامه مسج على الواتساب من سارة الطباخ كان سبب الغاء حفل محمد الشرنوبي في دار الاوبرا، وده كان تبرير جيهان مرسي مديره مهرجان الموسيقى العربيه للشرنوبي حوالين سبب الغاء الحفل ده ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربيه. والنهارده قرر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الازمه دي من خلال اي تي بالعربي. انا عرفت المعلومه دي كمان من حد من الشؤون القانونيه في الاوبرا، فقمت قايل لها هي الشؤون القانونية بتستند لمسج على واتساب؟ دي حاجة غريبة جدا، يعني أنا مش المفروض إنه لما أجي أوقف حفلة وبالذات من مؤسسة ثقافية مهمة وكبيرة جدا زي الأوبرا إن أنا حد يبعت لي مسج على واتساب؟ خصوصا إنه حسب كلامه فموقفه القانوني سليم 100% بعد قبول استئنافه وانتهاء العقد اللي بيربطه بشركة إيرث برودكشن بشكل كامل حسب قرار المحكمة الصادر في 24 مايو اللي فات. قالوا لي طيب إحنا هندرس الموقف القانوني والوضع القانوني وهنقول لك. ساعتها في نفس الوقت واحنا قاعدين فجأة دخل علينا محامي الطرف التاني بيقول انا عايز اقدم شكوى في الاستاذ محمد الشرنوبي. في حاجة غلط، هو ده مش منطقي وده مش طبيعي انه فجأة يظهر محامي دلوقتي. فقمت قايل لهم طيب يا جماعة ادي موقفي القانوني وده حكم المحكمة ودي احكام تهمة تبديد وخيانة الامانة للطرف التاني، احكام نهائية استئنافية عدت بأول درجة وعدت بمعارضة وكسبت المعارضة وعدت باستئناف وكسبت الاستئناف، فده معناه ان الكلام ده حقيقي، يعني المحكمة مش هتقول اي كلام بعد 3 درجات. ورغم الاحكام دي والوثائق اللي شاركها شرنوبي حصريا مع اي تي بالعربي ومع دار الاوبرا الا انهم ما تراجعوش عن قرار الالغاء. اصل المستشار القانوني بتاع الاوبرا بيقول ان انت مش من حقك تعمل حفلات، يعني حضرتك ما قريتش الحكم، حضرتك ما شفتش الطعن بالنقد اللي الطرف التاني عامله في الحكم. حتى وانا بكلم المستشار القانوني انا كلمته وانا بكلمه قال لي ما هي برضو يعني هتلاقيها بتعمل كده عشان عايز اتخلص معاك ودي. هو حضرتك شعرفك، يعني انا اسف بس هو حضرتك شعرفك انها عايز تخلص معايا ودي. في حاجه غريبه مش فاهمها. والغريب اكتر بالنسبه له ان المستشار القانوني لسارة الطباخ المحامي ياسر قنطوش اعلن عن الغاء حفل دار الاوبرا قبل ما يصدر اي بيان رسمي من الاوبرا نفسها. طب ازاي؟ طيب ازاي انت لسه الاوبرا ما قالتش رايها؟ فيا اما يا اما انت متاكد من راي الاوبرا لسبب معين محدش عارفه غيرك، يا اما الاوبرا قال لك راي تاني غير المفروض يتقال. انا عايز اقول لهم ان انتوا وقفتوا حفله بدون وجه حق وامتنعتوا عن تنفيذ حكم محكمه عشان انتوا مش عايزين مشاكل وعشان انتوا مش عايزين قلق من طرف، انا اسف ان انا بقول كده بس، من طرف هربان من العدالة، بمعنى انه الطرف التاني دلوقتي هربان من العدالة، مطلوب تنفيذ حكم عليه 4 سنين بالسجن بتهمة تبديد وخيانة الأمانة وهو هربان منه دلوقتي. الممثل القانوني لشركة إيرث برودكشن هربان من العدالة، فانتوا قررتوا انكم مش عايزين مشاكل حد هربان؟ ورغم كل الوثائق دي والأحكام اللي عرضها شرنوبي وأكد إنها في صالحه، إلا إن في كل مرة بنقول فيها انتهت الأزمة دي بنرجع بنلاقي إنها مستمرة. حتى لما الشرنوبي بنفسه بيطلع بيقول أنا بقيت حر بنلاقي إن اسمه لسه مرتبط بسارة الطباخ. الطرف التاني شاطر جداً في حاجة اسمها الـPR. إيه الـPR؟ الـPR ده إن إحنا ناخد حاجة صورة معينة ونصدرها للرأي العام، فاللي حصل إن إحنا جبنا الحقيقة وزيفناها وبنحاول نصدرها للرأي العام وده اللي حصل بالفعل. شغلانة البني آدم ده إنه كان PR Director في شركة مهمة كبيرة، فده الشغل، يعني ده أنا ما بفهمش في الـPR، عشان كده أنا دلوقتي طالع بتكلم وبوضح الصورة كاملة لأنه لقيت اللي بيحصل ده في حاجة غلط. يا جماعة أنا بقيت حر والطرف التاني ما بيعملش إلا شوشرة، بيعمل PR campaigns عشان يبين للرأي العام حاجات فعلا مش حقيقية. ومن بين الحقائق المزيفة دي على رأيه هي تصريحات ياسر قندوش سابقا في اي تي بالعربي. مين كان يعرف محمد شرنوبي قبل ما تنتج له سارة الطباخ؟ أنا كل الحاجات اللي الحمد لله كانت منورة وناجحة اللي عملتها
كممثل وحاجات كتير كمطرب كانت قبل ما شركة إيرث برودكشن تظهر في حياتي أصلا. إذا كان حفلة عمر خيرت أو حلقة عمر خيرت صاحبة السعادة، أو إذا كان أغنية مين فينا بتاعت أصالة، بتاعتي أنا وأصالة اللي كانت لحني وكانت قبل برضو ما الشركة تظهر، أو إذا كان كأنه مبارح، أو إذا كان لا تطفئ الشمس أو الممر أو كل الحاجات دي، أنا عملتها قبل ما الشركة تظهر في الصورة أصلا. وطبيعي محدش يطرح فكرة الصلح بعد كل السنين دي من النزاع القضائي والحرب الإعلامية بين الطرفين، بس هل الفكرة كانت واردة بالنسبة للشرنوبي؟ ما كانش عندي مشكلة لو أخدت حقي إن أنا أكمل شغل مع الشركة دي، وقعدنا وساعتها حصل صلح في غرفة صناعة السينما، وسلمت الشركة توكيل باسم الشركة مش باسم المديرة بتاعت الشركة، وبعد كده برضو عملت مسلسل اسمه ليه لأ، الأجر بالكامل راح للشركة، وأنا ما خدتش جنيه عن مسلسل ليه لأ لحد النهاردة. طيب لا طبعاً.